يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صلي على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على ربي صلي على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي صلي
صدقي يا سلام عليك زينا بشروا أضحى
كلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا بشرى لنا صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المنح السالب عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبه الأفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترايب.
بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه قيله آدم عليه السلام قال آدم به أنيله على المراتب قيله نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصايب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحايب هجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى سبع الطباق ثاقب قدمه قبله أربعين فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادم يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب
قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب. إن أذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعد إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. أنا هادي السرى باسم أعطى فالركائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها القبة الخضراء وفي
وحدك كل النفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم عجيب تملي بالحبيب كل قصدي فقد حصل الهنا
يا خير مولود يا نبي
الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدات من نوره. هذا الحبيب المصطفى الذي كل العوالم قد بدات من نوره. يا خير مولود يا نبي يا خير مولود قد أتى. يا خير مولود بمكة قد أتى جلت لحيمته جميع الخصوم وجلت لحيمته جميع الخصوم. يا خير مولود يا نبي يا خير مولود يا نبي خير مولود صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمده على ما منح من المواهب. وأشهد أن لا شريك له رب المشارق والمغارب. واشهد ان سيدنا محمدا عبد ورسول المبعوث الى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه للمآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتيك أيهما يوم القيامة غير خائن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به راد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلى وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله ابن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته صلى الله عليه وسلم. فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وحملني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة
إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبويا وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختبه ويدخله الصندوق. الله عليه. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. الله عليه. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله على تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوف بالقتال. الله عليه. قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم. وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوا فزنوهم، فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدناهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال. صلى الله عليه. غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلوهم الجنة برحمتي. صلى الله عليه. يا عد جواهر العقود وخلاصة اكسير سر الوجود، مادحك قصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود، الكون إشارة وأنت المقصود. يا أشرف من نال المقام المحمود، وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الصبح بدا بطلعته. الصبح بدا بطلعته والليل دجى من وفرته. والليل دجى من وفرته. المدد المدد يا رسول الله، لا غيرة لا غيرة يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله، لا حيرة
وهدى سبلات بدلالته المدد المدد يا رسول الله تحيرت تحيرت يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله تحيرت تحيرت يا حبيب الله كنز الكرم مولاي بشريعته هدي الأمم بشريعته المدد المدد يا رسول الله تحيرت تحيرت يا حبيب نطق الحجر سعد الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شق القمر بإشارته يا حبيب الله الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع لا مضاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع ومحمد عربي خير من وطئ الثرى المشفع بالورى من به حل العرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على رسول ومحمد عربي ما له من مشبه فاد أمته به من يمد في حبه نال كل المطلب يا رسول على النبي والسلام على الرسول جميع الأبطال ومحمد الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
Are you?
فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراج إلى حضرة الملك الوهاب الله عليه، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آل أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسنون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء انقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق وبإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتدايا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور يا حبيب السلام عليك.
وجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلى وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. ناداه يا سبيلي مرحبا مرحبا جاي به نسعد ونرشد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله شرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مخدونا بيد العناية، مكحولا بكهل الهداية، فأشرق ببهائه الفضاء، وتلألأ الكون من نوره وأضاء، ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فرس وسكوت الشرافات، ورميت الشياطين من السماء بشهب المحرقات، ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع. صلى الله عليه. لما تألق من سناه النور الساطع،
وأشرق من بهائه الضياء اللامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل من يكفل هذه الدرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة؟ قالت الطيور نحن نكفله ونغتنم همته العظيمة. قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكي ننال شرفه وتعظيمه. قيل يا معشر الأمم اسكنوا فإن الله قد حكم في سبق حكمته القديمة بأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يكون رضيعا لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما أعرض عنهما راضع الإنس لما سبق في طي الغيب من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب، فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه وضعته في حجرها وضمته إلى صدرها فهش لها متبسما، فخرج من ثغره نور لاحق بالسماء، فحملته إلى رحلها وارتحلت به إلى أهلها. فلما وصلت به إلى مقامها عاينت بركته حتى على أغنامها، وكانت كل يوم ترى منه برهانا وترفع له قدرا وشانا، حتى اندرج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع الصبيان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم ذات يوم نائٍ عن الأوطان إذ أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر، فانطلق الصبيان هربا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، فأضجعوه على الأرض جاعا خفيفا وشق بطنه شقا لطيفا، ثم أخرجوا قلب سيد ولد عدنان وشرحوه بسكين الإحسان، ونزعوا منه حظ الشيطان وملؤوه بالحلم والعلم واليقين والرضوان، وعادوه إلى مكانه. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم سويا كما كان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فقالت الملائكة يا حبيب الرحمن لو علمت ما يراد بك من الخير لعرفت قدر منزلتك على الغير، وازددت فرحا وسرورا وبجهدا وبهجة ونورا. يا محمد أبشر فقد نشرت في الكائنات أعلام علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك، ولم يبق شيء مما خلق الله تعالى إلا جاء لأمرك طائعا ولمقالتك سامعا، فسيأتيك البعير بذمامك يستجير والضب والغزالة يشهدان لك بالرسالة، والشجر والقمر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، ومركبك البراق إلى جمالك مشتاق، وجبريل شاووس مملتك قد أعلن بذكرك في الآفاق، والقمر مأمور لك بالانشقاق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق نورك. فبينما الحبيب صلى الله عليه وسلم منصت لسماع تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح، إذ أقبلت حليمة معلنة بالصياح تقول وغريبة، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب، بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب. قالت حليمة ووحيدة، فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد، بل أنت صاحب التأييد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة وأهل التوحيد. قالت حليمة ويتيما، فقالت الملائكة لله درك من يتيم، فإن قدرك عند الله عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلما رأته حليمة سالما من الأهوال رجعت به مسورة إلى الأطلال، ثم قصت خبره على بعض الكهان وعادت عليه ما تم من أمره وما كان. فقال له الكاهن يا ابن زمزم والمقام والركن والبيت الحرام، أفي اليقظة رأيت أم هذا أم في المنام؟ فقال بل وحرمة الملك العلام، شاهدتهم كفاحا لا شك في ذلك ولا أضام. فقال له الكاهن أبشر أيها الغلام، فأنت صاحب الأعلام ونبوتك للأنبياء قفل وختام. عليك ينزل جبريل وعلى بساط القدس يخاطبك الجليل، ومن ذا الذي يحصر ما حويت من التفضيل؟ وعن بعض وصف معناك يقصر لسان الماضي المطيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى الحق طرقا، كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هاب، وإذا دعاه المسكين أجاب، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب، وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أعلى ثمر، وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسكت من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب، وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة.
قال بعض أسفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر فقال بل أضوه من القمر إذا لم يعل دونه الغمام قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض أسفي ما رأيت قبله ولا بعده مثله فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسناء وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى وأيده بالمعجزات التي لا تحصى وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى وأعطاه خمسا لم يعطهن أحدا قبله وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام مقال ولكل كمال منه كمال لا يحور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومع سن يقال في من وصفه القرآن وعزب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا
رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. جعلنا الله واياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل وصحبه سالكين على منهج القويم، اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تهرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مبتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لواه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، وغافر الذنوب والخطيئات، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.